سلام ومرحبا بكم معايا من جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم رولي ديال البطاطا والبيض في الفرن. نتمنى انه ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتخليوا لي تعليقكم. ايضا فعلوا الرنه باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. وندوزو المكونات وطريقه التحضير على بركه الله. فبالنسبه للمكونات فهنا عندي ثلاثه البطاطس كبار اللي قشرتهم ووضعتهم في الماء كيف كتشوفوا. عندي أربعة البيضات، عندي بصلة كبيرة محكوكة، عندي قليل ديال المعدنوس، عندي نص معلقة ديال الملح، ربع معلقة ديال الإبزار، قليل ديال الكمون، وواحد الفص ديال الثومة صغير محكوك. أول حاجة غنديروها غناخدو واحد المقلاة وغنوضع فيها البصلة اللي حكيتها في الحكة الغليظة، وغنضيف عليها المعدنوس والثومه، ونضيف لهم القليل ديال الزيت ونطيحهم فوق النار يتشحروا حتى ينشف الماء اللي فيهم ونحيدوهم من فوق النار. ودابا غندوزو نحكو بطاطا. فانا هنا بطاطا صفيتها من الماء، وبطاطا طيبه بطاطا خضراء ما طيباش عفوا، وغادي نحكها. غنبقى مستمره في الحكان ديالها حتى نكملها وندوزو للتحضير ديالها. من بعد ما حكيتها فهادي الكميه اللي عطاتني ما غاديش نغسلها مباشره، غندوز نحضرها. فانا هنا غنضيف لها ثلاثه معالق كبار ديال الحليب، ايضا غنضيف لها التوابل اللي كنت محضره، ومن بعد غنبدا نضيف في البيض بالوحده بالوحده. انا ما كنضيفش البيض مباشره فوق المكونات اللي عندي، تنديرو في زلافه وكنبقى نضيف بالبيضه، ومن بعد غندوزو نشوفو كيف غنديرو لها. ودابا غادي نحاولوا نخلطوا جميع العناصر حتى يدخلوا في بعضهم مزيان. ايضا غنضيفوا عليهم بصله محكوكه والربيع والثوم اللي شحرنا، فكيجي المذاق ديالو بحال التورتيه الاسبانيه. فانا هنا غنضيفهم وغنبقى متابعه التحريك حتى يدخلوا في بعضهم، ومن بعد عاد باش غنجيب صينيه او لاطا اللي كتدخل الفرن. فانا هنا يوجد الصينيه درت فيها ورق الزبده او ورق الطبخ اللي غنوضع فيها البيض وغنوضعو فيها. وانا مسخن الفرن على درجه الحراره عاليه، وملي غادي ندخل البيض غنخلي درجه الحراره متوسطه، النار تكون من الفوق ومن التحت حتى يتحمر لينا البيض عاد باش نحيدوه. كيف كتشوفوا فانا كنحاول نوزع البيض على الجوانب كاملين باش من بغي نجمع الرولي يجينا واحد الرولي اللي مقاد. فهاد البطاطا زوينه كتجي ولذيذه وحتى كتوجد بسرعه، ما كتعطلش في التحضير ديالها. من بعد ما البطاطا والبيض طابوا فانا هنا موجد جبن مبشور او محكوك، والفلفله اللي شويتها وصلتها قشرتها وصلتها في الالوان كيف كتشوفوا. فهنا البيض محمر من الفوق، غادي نحيدو من اللاطا وبعد باش غادي نصيب اللي باقي. فانا هنا غنضيف لي الجبن المبشور من الفوق، غنحاول نوزعو على السطح ديالو كامل، ومن بعد غنضيف الفلفل من فوق منه، وعاد باش غادي نبدا نشكل في الرولي ديالي.
فهنا البطاطا نشكلوها رولي وهي باقا سخونه، لان الا بردات كيبدا يتكسر لينا، فانا باقا سخونه كيف جبتها من الفرن مباشره غادي نجمعها على شكل رولي. فانا غنحاول نجمع ونضغط باش يبقى مجموع هذاك الرولي. هنا بطاطا باقا سخونه، ومن بعد ما نجمعو راه غادي ندير ليه قليل ديال الجبن من الفوق، وغادي نعاود ندخلو الفرن حتى يتحمر من السطح ديالو عاد باش نجبدو. كيف كتشوفو راني جمعتو دابا كيف كيجي الشكل ديالو، وندخلو الفرن مازال يتحمر. ومن بعد ما يتحمر فانا غادي نشارك معكم التقديم النهائي ديال الطبق، وان شاء الله نتمنى انه يعجبكم. من بعد ما وجد الرولي ديالنا فانا قدمته على هذا الشكل هذا، ورافقت معاه اللوبيا وباربا مسلوقين. كيف كتشوفوا راه كيجي واحد الطبق اللي زوين في الشكل وحتى في المذاق ديالو، كيجي لذيذ ورائع. نتمنى انكم تجربوه، ولعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك، وتخلوا لي تعليقكم، وايضا فعلوا الرنه باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ونقطعوا هذا الرولي باش تشوفوا من الداخل كي كيجي، بالخصوص هذاك المذاق ديال الفلفل مشويه كيجي بحال اللي دايرين فيه شي حاجه اللي مدخنه، كيجي لذيذ فيها من الداخل. كيف كتشوفوا، ونتمنى انه يعجبكم.